برعاية وزارة الثقافة ومديرية الثقافة في دمشق، بالتعاون مع الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة ومجموعة الوطن إلنا، وبمناسبة أعياد تشرين التحريرية أقيمت فعاليات ثقافية وطنية بعنوان دوحة القلم والبندقية الوطن إلنا. هذه الفعالية هي تحية لأرواح من استشهد في حرب تشرين التحريرية ولمن يستشهد كل يوم في هذه الحرب الكونية على سوريا. هي تحية للجيش العربي السوري، تحية لكل الوطنيين الشرفاء الصامدين في بلدنا الحبيب سوريا. حاولنا في هذا الاحتفال أن يكون هناك معرض تشكيلي من روح ومن وحي هذه الحرب، طبعا بالتعاون مع الجيش والقوات المسلحة، وأن يكون هناك عرض من المسرح العسكري. حملة الوطن إنا حملة ثقافية توعوية عم تواكب اليوم انتصارات الجيش العربي السوري والحالة الثقافية الاجتماعية اللي لازم اليوم نشتغل عليها. نحن بحاجة إلى كل الفعاليات الثقافية والتوعوية لنواكب من خلالها انتصارات الجيش العربي السوري، ونستذكر مدرسة تشرين. هذه المدرسة كرست ثقافة المقاومة، كرست ثقافة الانتماء للوطن، ناهيك عن بعدها القومي. مدرسة تشرين بحد ذاتها هي ولادة لدرب الانتصار والمقاومة. تضمنت الفعالية افتتاح معرض تشكيلي وإلقاء قصائد شعرية وعزفا منفردا قدمتها فرقة المسرح العسكري، لتبقى الحياة مستمرة بأنغام موسيقى المقاومة. وجودنا هون على أنه أنت بتشوف هذا الشعب عم يرد الوفاء بالوفاء للجيش، الجيش اللي عم يقاتل، نحن اللي عم نقاتل، أنا وأخواتي ورفقاتي وأبنائنا، اللي عم نقاتل لتحقيق الانتصار على هالقوى الظلامية، على هالقوى التكفيرية. هني أجوا بقلم يكتبوا عننا ما نشعر به نحن وما نعد به أهلنا بسوريا، بأنه الانتصار اقترب بإذن الله. بأشعارهم وغنائهم مجدوا حرب تشرين التحريرية وذكروا بأعظم التضحيات في سبيل الأرض كان ربانها الجيش العربي السوري، الذي قدم وما زال يقدم المزيد من الشهداء ليبقى الوطن شامخاً أبياً.